بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم والله أكرم، وربنا يتقبل منا الصيام والقيام إن شاء الله وصالح الأعمال، ويبلغنا ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله، واجعلنا من المغفورين لهم ومن المقبولين يا رب، وارزقنا ثواب ليلة القدر جميعا يا رب. آمين آمين آمين. النهاردة مع فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله، فيديو صغير وسهل وجميل. اي حد فينا بيشتغل بعروض البرزنتيشن او الباوربوينت بيتمنى ان هو سهل جدا يلاقي وسيله يحول فيها من الوورد الى الباوربوينت. ليه؟ لان معظمنا بيشتغل بالوورد، فكل همنا وكل هدفنا ان احنا عايزين في الاخر نعرض. العرض دايما بيكون غالبا بالباوربوينت. الحكايه دي بتكون بتتم عن طريق ان احنا بنعمل كوبي وبيست او نسخ ولصق وهكذا، وبتاخد مننا مجهود. الحقيقه الكلام ده لو كان كمان معانا وورد، طب نفرض ان احنا كمان عندنا موقع على الويب سايت مثلا ولا حاجه، عايز اخد المقاله اللي موجوده فيه، الكلام ده هنشوفه مع بعض. يبقى هنشوف مع بعض ازاي بنحول من الوورد اذا كان عندنا ملف وورد مفتوح، او اذا كان الملف بتاعي عبارة عن مقالة على الإنترنت. نشوف مع بعض كده. أول شيء لازم يكون الشخص اللي هيستخدم الموقع اللي أنا هقول عليه دلوقتي بيكون عنده حساب في الأوفيس 365 سبسكريبشن، يعني سواء شخص بيه هو أو إذا كان مؤسسي، يعني إذا كان بينتمي إلى جامعة فسهل إن هو يعمل الكلام ده بسهولة جدا. بيكتب مايكروسوفت وورد أونلاين، بيبتدي يظهر له بالشكل ده. طبعا بيكون إن هو مسجل بالأكاونت بتاعه، يعني الشرط إن هو يكون مسجل بالأكاونت بتاعه. هل ممكن يكون فري؟ ممكن، بس بيبقى في عدد محدود وحجم محدود، حوالي 5 جيجا أو حاجة زي كده، وده برضه رقم كبير جدا يعني. يعني ممكن يستخدمه فور فري؟ ممكن، لكن في حدود. الصفحه بتظهر عندنا بالشكل ده. اللي يهمنا هنا طبعا هنطبق ده عملي، ان احنا بنضغط نيو بلانك دوكيمنت، يعني نسخه جديده فارغه، بتظهر لنا بالشكل ده كانها زي الوورد بالظبط، بس ده اونلاين مفتوح اونلاين. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ احنا بنكون خدنا المقال بتاعنا سواء من الوورد، لو احنا فاتحين مقال الوورد بنعمل كوبي او نسخ لمحتوى الوورد، او طبعا ما يكونش بقى 100 صفحه مثلا، وباول مقاله اللي موجوده على الانترنت، وده هنطبقه عمل، وبنضغط هنا بيست او كنترول في بالشكل ده كده، بيحصل نسخ للمقال بتاعي او للنص اللي انا عايزه بالصور بالحاجه بتاعته. بروح اضغط على فايل في الجنب كده، بتظهر لي عندي قائمه، بختار اكسبورت بالشكل ده، بتظهر عندي اكسبورت تو باوربوينت برزنتيشن بالمنظر ده كده. بضغط عليها بيبتدي يديني قوالب جاهزه اختار منها. الحقيقه بيكون القوالب هنا محدوده للغايه، لكن دي سهل علاجها بعد كده. بنختار اي قالب من دول ثم نضغط اكسبورت يعني تصدير. بيبتدي ياخد وقت شويه حسب حجم الملف او النص اللي احنا حطيناه وحسب سرعه الانترنت. فور ما بينتهي بيديني الاختيار ده، اوبن برزنتيشن، افتح البرزنتيشن يعني افتح الباوربوينت، بيفتح عندي بالشكل ده كده. ادي الشكل اللي احنا كنا شايفينه في الاول اتحول الى سلايدز والى باوربوينت، سهل ان اعدل فيها و و و الى اخره. ده هنعرفه في الفيديو القادم ان شاء الله. الاقي تصميمات كثيره، يعني ده تصميم من التصميمات، ده تصميم تاني، وهكذا بلاقي عندي تصميمات كده، فبيحول لي الكتابه وبيحط لي كمان ايقونات، ايكونز موجوده عندي. طب انا عايز احفظ ده عندي بقى على الكمبيوتر، بروح فين؟ اهو بقوم جاي رايح لفايل واضغط على سيف از، يعني احفظه لي كنسخه. فبيقول لي داونلود كوبي، يعني هعمل لك تنزيل لنسخه من هذا الباوربوينت. مجرد ان بضغط عليها هذه الرساله، بضغط على داونلود، اتحمل عندي هنا في الاسفل، بفتحه بالشكل ده. بعد كده خلاص اصبح ممكن اشتغل اوف لاين. بيديني في الاول انيبل اديتنج، يعني ايه؟ امكانيه او السماح للتحرير، ان احرر الملف ده كنوع من الامان يعني. بضغط عليها بيديني بقى بيفتح لي باوربوينت، ويبقى النص اللي انا كنت واخده من الوورد او واخده من على المقاله من على الانترنت اصبح عندي ملف فين؟ باوربوينت. ازاي بنغير فيه وازاي نغير الالوان؟ دي قصه ثانيه. كده بيكون اهو ادي الملفات بالشكل ده، يعني ممكن يبقى عندي هنا ادي السلايد اللي قدامنا دي بالشكل ده، سهل ان اغير في الشكل بتاعها لشكل اخر من الديزاين اللي موجود عندي. نشوف مع بعض، نتوقف عند هذا القدر ونطبق ده مع بعض بقى اونلاين. نشوف مع بعض. زي ما احنا قلنا فتحنا الصفحه بالشكل ده كده. انا عندي مقال هنا للتسهيل، ده المقال اللي انا كنت اشتغلت عليه، ده باللغه الانجليزيه. طب هنشوف لو قدناه بالعربي وقدناه بالانجليزي، ده قدناه بالانجليزي اللي احنا شفناه في العرض الاولاني. طب لو انا كنت مترجمه بالعربي، ودي قصه تانية بقى ترجمه، ده في فيديو اخر. بعمل ايه؟ بتوقف عند بدايه الكتابه بالشكل ده كده، اهو باخد النص كله، اهو بعلم عليه
لغاية نهاية المقال. أهو أنا نهاية المقال عندي لغاية هنا، أقدر أحذف بعد كده، أقدر أعمل كنترول سي أو رايت كليك وأقول كوبي، وأرجع للصفحة بتاعتي اللي فاتحة بالشكل ده كنترول في. أهو بيقول لي إن في بعض الصور مش هتنزل، لازم أنزل الصورة الأول على الديسك توب عندي وبعدين أحفظها. ليه؟ بصوا هنا، هنا بقى نزل لي كل حاجة في الصفحة كلها بالشكل ده كده. أهو، طب أنا كل ده مش عايزه، كل ده مش عايزه، يبقى لازم أنزل في النهاية خالص أشيل اللي أنا مش عايزه. أهو كل ده أنا مش عايزه، الجزء الأخير ده بقف هنا في الآخر في أي مكان وبضغط شيفت، وبالزرار السهم بتاع الماوس بتاع الكيبورد أفضل. أهو أنا عايز لغاية هنا فقط، أهو حذفت الجزء اللي أنا مش عايزه، وآدي الجزء ده كمان برضو أنا مش عايزه. طبعا هلاحظ إن هنا بالعربي، لكن هنا التنسيق كله جاي يسار. آه طب أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ عشان ما أتعبش في الباوربوينت، أروح أضغط على الزر اللي هنا بالشكل ده عشان يديني اللي كان موجود هنا. أهو لو رجعت تاني أهو السهم الصغير ده، بقية الأزرار اللي موجودة عندي، بعمل كنترول إيه عشان أعلم على كل النص اللي عندي، وأختار المحاذاة من اليمين، ده نص باللغة العربية بالشكل ده، أقدر أشيل بعض الأشياء أهو اللي أنا مش عايزه أهو بالشكل ده كده أهو. طبعا ده المؤلف اللي كتب الحاجة عشان حقوق الملكية الفكرية، وآدي بقية النصوص بالشكل ده. طيب حد يقول لي طبعا انت ممكن احول دلوقتي على طول، مش هتاخد 10 ثواني، لكن انا هنا بعلمكم كمان بعد اذن حضراتكم ازاي ننسق من هنا عشان يطلع الباوربوينت في افضل صوره. طب ما انا عايز اقول له ان ياخد كل حد معين او كميه معينه من السطور في شريحه، ده بقى انا بعمله ازاي؟ باجي اروح هنا مثلا اهو، انا عايز من اول هنا ده اهو السطر ده يبقى فين؟ في شريحه لوحدها، يبقى اضغط هنا واقول بيج بريك اهو. طيب القاعده رقم واحد انا عايزها لغايه هنا، طيب والقاعده رقم اثنين بيج بريك اهو، القاعده رقم ثلاثه، يبقى انا عايز كل واحده من دول اهو تبقى في شريحه، يبقى كل جزء من النص انا عايزه في شريحه يفضل اعمله من هنا من دلوقتي بالشكل ده، انسقه بالشكل ده كده، ده يسهل لي كتير ويطلع لي نتيجه افضل، بدل ما اروح اعدل تاني على الباوربوينت يبقى كاني ما عملتش حاجه، كانه بعمله يدوي اهو. يبقى انا كده عرفته ان انا عايز كل واحده من دول في صفحه لوحدها في شريحه لوحدها في الباوربوينت. طيب وبعدين ممكن كمان العنوان ده احطه لوحده، اه ممكن، او ممكن من اول هنا اهو بالشكل ده كده. نيجي مع بعض ندوس على كلمه فايل واروح الاكسبورت، الاقي اكسبورت وباوربوينت برزنتيشن، بضغط عليها بالشكل ده كده بيديني النماذج المتاحه، بختار اي نموذج اللي هقدر اعدله ان شاء الله بعد كده، بنختار اي نموذج اي نموذج اهو، فاخترت مثلا النموذج ده واضغط اكسبورت او تصدير، بياخد ثواني لغايه لما بيتحول بالشكل ده كده، بضغط اوبن برزنتيشن، بيبتدي يفتح لي شريط جديد او تاب جديد موجود في الباوربوينت اللي احنا قلنا شغالين اونلاين، وادي الديزاين اللي هو اختاره لي. طبعا ممكن تبقى في حاجة انا معترض عليها او شكلها مش عاجبني، ده كله سهل اغيره، المهم ان هو اتحول لباوربوينت. الحقيقه ازاي اغير التنسيق بتاعي في كل سلايد؟ لو انا عايز من هنا اوكي، عايز لما افتح الملف عندي خلاص يبقى ده افضل. طيب اعمل ايه؟ هروح لفايل زي ما اتفقنا وهضغط سيف از واقول له داونلود الكوبي، يعني نزل لي نسخه، وبضغط داونلود، اتحملت عندي النسخه نزلت هنا، بضغط عليها هيفتح لي، يعني سهل اقفل بعد كده بقى البراوزر بتاعي المتصفح اه، واضغط انيبل ايديتنج يعني السماح بعمليه التحرير، واجي عندي الملف بتاعي بالشكل ده، اتحول كل قاعده منهم موجوده في صفحه. طب انا الديزاين مش عاجبني، يعني لو الصوره دي مش عاجباني اغيرها؟ اه اقدر اغيرها، وبالطريقه دي بنكون حولنا الوورد الى باوربوينت او مقاله من على الانترنت حولناها باوربوينت. طبعا احنا جربنا مقاله على الانترنت لان دي ممكن تبقى اصعب، لو انا عندي ملف وورد سهل ان اعمل كوبي وبيست بنفس الطريقه، بس بيكون عدد الصفحات ما هوش كبير عشان يديني ملف معتدل يعني. فدي الطريقه السهله، ازاي بقى بنغير في التصميم بتاع الباوربوينت او كده، ده في فيديو اخر ان شاء الله. ان كنت احسنت فمن الله، إن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر، آمين آمين آمين. وإلى أن نلتقي في فيديو قادم بمشيئة الله، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.